Batman with Bio, 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 Bio na. Bindu عنده فيست اصفر. يخسر المليون بالزهرة يصبع. كفط في القدرة مسكين ناس ملاح. بمخو بيدو نزبل. نيفو طالع ما ينزل. بديكي حبيت رجل يحقر ناس ملاح. حبس ما تبوجي. دخل ناس القتل هبال. اقعد ما تزعبي. اسمعي لي مليح، كون ما تحكي ليش حكاية اللي ترقدني راكي عارفة وش يصرالك. راني ما سمعش حكاية اللي ترقدني وكون ما نرقدش. إيما إيما داك واعر هداك باين باين واعر. سيد السلطان انت مسرار عليها، انت ناس ملاح. هيا هيا صح صح. سيد السلطان قول باب. باب بابك شباب مليحة. هاي ضحكاتو هاي ضحكاتو. لا لا استنى استنى سيد السلطان، تمتم هكذا تمتم روح. نزيد واحدة واحدة واحدة. هذه الفرصة الأخرى. صح. ما تضيعليش وقتي. صح. أم السنب. صح. كان يا ما كان في قادم الزمان واحد الراعي عنده فلوكة صغيرة تحكم دو بلاص، وعنده ديب معزة والقرد. باش يقطع الواد لازم يدي حاجة واحدة برك. إلا يدي القرد الديب يأكل المعزة، ولا يدي الديب المعزة تأكل القرد. كيفاش يدير باش يقطع الواد؟ ولا مليحة هادي داك الصحة سيد السلطان. لقيتها. يا حسرة. شوفي أمو الفلوكة إيه؟ يدي المعزة اها، خاطر ما الديب يقعد مع الحشيش والديب ما ياكلش الحشيش. اني قلت لك راني واعر ودرك سيد السلطان. واش كان؟ مصيبة كارثة راهي وقعت في البلاد سيد السلطان. يا لطيف الشعب راه ماهوش راضي خلاص. انا ما فهمت والو سيد السلطان. هو يلحق سيدنا رمضان والاسعار كلها تزيد، اللي تحط عليها يدك تشعل فيها النار. انا ما فهمت والو سيد السلطان. نحيت حوايجي ولبست الدرابل ورحت للسوق وشفت بعيني يا سيد السلطان الناس مش قادره تشري حتى شيء. هادي وعلاه وعلاه غير لي وكان ما على باليش ما قلتوليش وعلاه وهذه يا غير اليوم سيد السلطان. يا حسره كل ما يجي رمضان يجيهم الكلب، الطوماطيش تطلع البلافون، البطاطا ما نهضروش عليها بزاف عليهم وزعما ما على بالكمش. هيا سكتين انت. سنة 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 بالعقل. كل عام هكذا كل عام هكذا. لا بلاش. تعرف يا سيد السلطان ربطة الحشيش قداش ولات تسوى؟ الحشيش بس الديب
ما يقدرش ياكل الحشيش. القزحه سجي روحك. غير هكذا تعرف واش كاين؟ كي يدي المعزة يا سيدي او قطع بالمعزة وخلاها تم، وكي يولي بالفلوكة، شكون يدي من الزوج، الحشيش ولا الديب؟ اسمعي شوفي، راني حكيت لك بزاف وسمعت لك بزاف، وراني حطيتك بالي بزاف فوق القمة فوق القمة فوق القمة، ما تمسخريش بيا. القيس الحل القيس الحل خلاص. اسمعيتي، على بالك لي تمسخر بسيدنا السلطان واش يصرالو؟ ها انفاتو قبلك من هنا وتمسخروا به. هما كيما قلت لك يا سيد السلطان، كان فيه جنان كبير كبير مغروسين فيه شجر نتاع حب الملوك، وكان فيه واحد الراجل حاب يدخل لهذاك الجنان باش ياكل من الفاكهه نتاعو. بصح هذاك الجنان كان صاير داير عليه السوار العاليه وفيه زوج بيبان، الباب الاول مقفول عمرو لا تفتح حتى مفتاحه تبحر، والباب الثاني فيه عساس يعس عليه. وفي هذاك الزمان يا سيد السلطان كان زمان الثلج والبرد، والسور كان معمر بالثلج. هذاك الراجل مسكين لو كان يحب يطلع فوق السور قادر يزلق ويطيح ويتكسر مسكين. على حسابك يا سيد السلطان، كيفاش راح يدير هذاك الراجل باش يدخل باش ياكل من الفاكهه نتاع الجنان؟ شفتيني داب ما نفهمش؟ سهلة سهلة، يمد شوية صوار ديال الأساس هذاك ويدخل ياكل حب الملوك. يا سيد السلطان، شفت انت في زمان الثلج والبرد ينبت لحم الملوك؟ الحب ملوك، الحب ملوك حنا ناكلوه كل عام، ناكلوه في الشتاء حجك يصبتلش ناكلو الحب ملوك. عندنا الحب ملوك كونجلي عندنا هنا في القصر. في القصر موجود موجود سي السلطان. حنا عندنا حب الملوك وعندنا الفواكه تاع الدنيا كل في الكونجيلاسيون. يا حراس يا سيد السلطان، يا سيد السلطان ارحمني يا سيد السلطان، نعاود نحكي لك حكايه واحده اخرى يا سيد السلطان. اوه حكايه صامته وقديمه. كيف الحب الملوك في الكونجيلاتور؟ كاع نكونجيلي والحب الملوك وناكلوه في الشتاء وفي الصيف، والله غير غزيت لها كي قطعت لها راسها. هم لا راحت مني الله ربي لما راحت مني. كملي كملي، عشتني بزاف الحكايه هذيك. بصح كي هو يحط المعزه ويعاود يولي، إلا ادى الحشيش المعزة تاكل الحشيش، ولا ادى الديب الديب ياكل المعزة. كي يدي خليني خمم. خمم خمم عندك كاع الوقت. هو كي يروح، هو في الرجوع تاعو كي يولي مع من يولي؟ إلا دا الحشيش المعزة تاكل الحشيش، ولا دا الديب الديب ياكل المعزة. كن الديب يرجع ويخليه وحده ياكل المعزة، ولا عندك الحق. نلقاه نلقاه الحل. حسنا شوف أنا نقول لك نلقاه. سي السلطان واش كاين تاع الفيلم اللي وصلتني عليه راه وصل. وين الفيلم؟ التيتانيك. نعم سيد السلطان. التيتانيك وصل. بصح تعرف سيد السلطان عندنا مشكل كبير. واش كاين تاني؟ ايه ما عندناش قاعات وين نجوزو. ما عندناش سيد السلطان. سيد السلطان انا نحكي لك على التيتانيك.
شفتو؟ تعرفي مليح؟ نعرف وشفتو. هدايا تيتانيك فلوكة كبيرة فيها موتور وفيها غاشي كبار لداخل. هاديك العجوزة مولات الخيط الروح هي اللي حكات عليه. ودي كابريو ماشي بيض اكحل سينيغالي. اسمعي انت يا سمعي، واش راكي تخرطي علينا هنايا؟ ها حسبتي انت السلطان ما يفهمش؟ التيتانيك غمق ولا تحرق؟ بو غمق بصح. واش اللي سلكت هذيك العجوزه؟ الفلوكه. الفلوكه لقيتها. الفلوكه ترجع مع الديب. ايوا دوك هذيك الديب ولا يرامي يا ودي؟ ماشي الديب لي رامي. شوفيك بديتي شويه تفهمي وبديتي تطلعي لي شويه. ها راكي راكي تجوزي كيما الاخرين. على بالك واش راهم الاخرين؟ ردي بالك. ومن بعد؟ ومن بعد يا سيد السلطان الملك طلب باش يتزوج، وقال لهم تجيبوا لي الطفله الشابه في المدينه. وبعد ما صابوا الطفله هذيك رفضت تتزوج بالسلطان وهربت من القصر. وعلاه رفضت وعلاه هربت؟ فهميني فهميني. على خاطر قلبها متعلق بشاب تاني. ايوا قلبها متعلق بشاب وما قدرش تتزوج بيه. وشاب هذاك ما عنده رزق؟ ما عنده مال؟ ما عنده؟ فهمينا. لا لا يا سيد السلطان ما عنده حتى ملك. تعرف السيد السلطان الوقت هذا كانت موجودة كريس دو لوجمون. اها كريس دو لوجمون. نعم. شوف السيد السلطان انا هذه جاب لي ربي راهي تحكي في المحاكية نتاعها. دوكا ثلاث ايام وانت تحكي لي وتخرفي لي على شابه كانت راح نحتموها لواحد السلطان وهي تحب واحد شاب ما عنده والو. تحكي لي في حكاياتها انت والشابه هذه انت والسلطان انا. لا لا يا سيد السلطان هذه البنت مانيش انا وهذه حكايه قديمه ماهيش من اليوم. لا انت. لا لا يا سيد الوزير مانيش انا. وكيفاش الشيء اللي مديت الكل؟ عطيتك هذا القصر، عطيتك المال، عطيتك الأراضي، وتبعيلي في واحد راعي ما عنده والو، ما عندوش فين يسكن، هاتي ما تخونش الدماغ. لا يا سيد السلطان، يا سيد السلطان صدقني، ما رانيش أنا، هذه البنات بزاف يتشابهوا ما نكونش أنا يا سيد السلطان. لا أنت، تعرف يا سيد السلطان، هذه هي اللي جبت لك التصويرة نتاعها واحد الوقت. إيه ولا حنشفيها لك انا التصويره جبتها لي نواري بلون انا ما نشفيها عليها. راك قلتيها سيد السلطان التصويره نواري بلون وتقدر تكون اي طفله واحده اخرى. لا انت يا سيد الوزير ارحمني ارحمني وقول له ماشي يا سيد الوزير. قلنا انت يا حراس. لقيتها وكون مول فلوكا زيد يكري فلوكا اخرى ويحط الديب. شوفي شوفي انا نقول لك حاجه يا حسره جازو قبلك. شوفي 800 ليله وانت راكي ورايا باللغز هذا بصح حسبتيني شويه يا والله نلقاه وتفوتي كيما الاخرين. نعم تفوتي كيما الاخرين. ايه واش عازبه في راك السيد السلطان؟ واش كاين السيد السلطان؟ واش كاين يا ودي وزاد وقع لنا مشكل. واش المشكل هذا؟ تعرف السيد السلطان طرباندو هذا راه داير حاله في طرباندو. نعم السيد السلطان الغنم اللي عندنا وكل هربوه على الحدود. اها نعم. وانت يا سيد السلطان راك عارض وزاره وعارض ناس كبار او ديليغاسيون كبيره كلها جايه وما عندناش خروف وعاد باش نذبحوا. ما نسعوا حتى خروف. ما عندناش يا سيد السلطان. او سيد السلطان واش كاين؟ ذبحوا المعيز. المعزه هذيك هي المعزه تركب في الفلوكه الاخرى هكا باش كيجي الراعي الاول. لا لا هذاك هو الراعي بعد يهز العشيش وحده. وكيس هو نقول لك حاجه مدامك لاصق في جنابي هنا والله ماني لاقي هذا اللغز هذا والله ما نلقاه. راك راح تهبلني بالمشاكل وانا نجي داخل غير بالمشكل. شوف ذهب وجهك عليا حدرس همشي.
امسك تاع بوجهك، خليني نخمم شويه، خليني نكونسونطري شويه، نكونسونطري شويه. او وجه الشر يخير منك سيد السلطان. هذاك لو كان صبا وخدا بلاستك، هذاك ديب يا سيد السلطان. ديب ديب يركض ويركب في الفلوكة برا، الفلوكة الثانية. والحشيش خليهم مع الرأي، والرأي وكيفه الفلوكة تمشي وحدها، نحيو أنا محال الولادة. الفلوكة الثانية ما نديروهاش، لا لا نبيعو الحال سويا. الفلوكة اقعد غير تخمم تخمم. والديب هذا راسو حابس، خرجوه من الكوبريباراتوار. شهرزاد وما تقدر لهاش لهاد الحكاية، الله العظيم يا وراس بابا وباباه غير يجوز معايا 5000 ليلة وليلة. أوصي معيز You go ladies and gentlemen with Bio 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 now. ناس ملح سيتي قدم لكم برعاية ماتينا.